بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وأنت بحر الإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نخش اليوم في درس جديد اللي هو معرفة سرعة أجزاء الأعلام. هذا بيهمنا في اللينكات أو سلايدر عندك، فاهم؟ بيهمنا نعرف قد إيه سرعة اللينك. هذا بالنسبة اللينك هذا قد إيه سرعته واللينك هذا قد إيه سرعته. طبعا إحنا بنطلع سرعتهم عن طريق الرسم، وبنطلع الأكسلريشن، ويعني اسهل لنا وتطلع بشكل دقيق وجميل. المهم هسه فيلوستي موديلين، مضلع السرعه هسه قبل رسم مضلع السرعه انا بدي احط المعادلات، بس في عندي شرط لاحط المعادلات، معادلات السرعه. اول شرط بعد عدد اللينكات، بشوف كم لينك عندي بعده، طبعا بدون ما اضيف له الفيكس. اثنين الفيكس، بكتب معادلات السرعة النسبية. ثلاث، عدد المعادلات يساوي عدد اللينكس. حلو. اربعة، نرسم مضلع السرعة. هسا بنكتب كيف نرسم مضلع السرعة. هسا أول شيء أشياء سهلة، بعد اللينكس عندي فور بار ميكانيزم ثلاث لينك. حلو. بعد اللينكات بعدين بكتب المعادلات. كيف بدي أكتب المعادلات؟ طب كم معادلة بدي أكتب؟ على عدد اللينكات. حلو. ناخذ فور بار ميكانيزم، هان طبعا هاي لكل الميكانيزم، يعني لكل اللي حنرسمهم نفس الطريقة. فور بار كيف شكله؟ ما يشوف، برسم زي هيك. هذا زي هيك، هذا زي هيك، هذا الفيكس. نفترض انه في هنا عليه، لانه هذا الكرانك حيكون هو اللي يعني هو اللي حيحرك. نفترض ان عليه اوميجا اللي هي انجولار فيلوستي. هاي النقطة O1، هاي O3، هاي A، هاي B. هسا أنا كيف بدي أكتب معادلات؟ واحد، معادلة رقم واحد. أول شيء بدي أعد اللينكات. لينك، لينكين، ثلاث. ثري لينكس، ثري إيكويجنز. نفترض إنه معطيك N تساوي 1000 RPM. حلو؟ طبعا ما بتعامل مع N، بتعامل مع أنجولار فيلوستي. إذا أوميجا شو حتساوي لي؟ هذا قانون 2 by N/60 حتساوي لي 2 by 1/60 104.72 راديان بير سكند. هيك طلعت قيمتها، لأنه أنا بدي إياها دائما في الراديان بير سكند. هسا خلص، بدي أكتب المعادلات. حكينا عندي ثلاث لينكات، ثلاث إيكوجنز، واحد. هنا انا ما بحسب الفيكس الفيكست، يعني ما بحسب هذا اللي هان لانه ثابت. واحد، هاي في او واحد، في او ثلاث سرعتهم صفر، فانا بدي احسب في اي وفي بي سرعتهم. هسه في اي بشو مرتبط؟ في او واحد، يعني في اي حتكون سرعته بالنسبه لاو واحد. اذا في اي كاسوي في او واحد زائد في اي بالنسبة لأو واحد، عمودي على A أو واحد. حلو. هسا هي صفر، إذا في A شو هتساوي لي؟ معي أنا الأوميجا في الآر طول الذراع A أو واحد، لأنه أنا عندي أصلا ال V تساوي أوميجا في R وال A ألفا في R، أو أوميجا تربيع على R أو أوميجا تربيع R. هاي بعدين نتأكد منها، بس المهم الفي تساوي أوميجا. ليش بعدين حتى نتأكد؟ وين راحت؟ المهم هي صح، ألفا في R. بالضبط، ألفا في R.
بس اي وحده تانجنشال. لا لا للمعدل للاكسلريشن بنوضحها ان شاء الله. احنا هسه بهمنا الفيلوسيتي، حلو، وبطلعها. عندي الاوميجا 104.72 ضرب، نفترض انه معطيني اي او 1 100 ملم، اي بي 150 ملم، بي او 3 200 ملم. هاي معطيني اياها معطيات. مضروب 104 ضرب 100، اذا في اي 10471.98 ملم دير سكند، لانه هاي مليمتر. هسه بعد ما اخلص ضرب زي هيك باخذ سكيل، سكيل الرسم. اذا السكيل، سكيل باخذه بالنسبه للفراغ اللي عندي يكون مناسب. فرضنا انا بدي اخذ كل واحد مليمتر رسم بيعطيني 1000 مليمتر بير سكند. يعني اذا شفت رسمه باجي بقيس رسمتي، اذا 5 مليمتر بضربها في 1000 بتطلع لي سرعه اللينك زي هيك. هي خلصنا اول واحد. هسه اثنين، في بي، في بي حتتحرك بالنسبة ل A، هي عمودها لينكها هذا ل A و O3 مع بعض، يعني حيكون عندي ايش؟ معادلتين ل في بي. في بي شو حتسوي لي؟ في A الورق اللي قبلية زائد في بي بالنسبة ل A عمودي على بي A، والمعادلة الثالثة في بي شو حتسوي لي؟ في O3 زائد في بي بالنسبة ل O3 عمودي على بي O3. هيك بكون انا خلصت كتابة المعادلات الثلاث. حلو، هسه بيجي وقت الرسم. كيف بدي ارسم؟ بختار نقطة عشوائية، يعني باجي بحط المسطرة وبرسم رسمتي مكان ما بدي، بختار النقطة وبناء على السكيل برسم. حلو، هاي المسطرة اللي هي كأنها 30 60 90 على الأغلب، فيها زاوية قائمة. هاد انا دائما برسم عمودي عمودي، اذا بستخدم زاوية قائمة باجي بحطه زي هيك على اللينك. هذا الدلف هيك صح؟ اذا هاي ايش كيف حتكون؟ هاي هيك عمودي عليها، بنقولها لتحت، بنقولها على مكان فاضي. مسطرة المثلث هذا 45 45 كأنه، بنقولها على اي نقطة على اي مكان، وبرسم خط. حلو، انا فرضا اخترت هاي النقطة بسميها بي في، نقطة تلاقي السرعات الصفرية، هاي النقطة صفر يعني. طب قد ايه ارسم خط؟ قد ايه طول الخط؟ مش انا طلعت لي السرعة 10471 بقسمها على السكيل تقسيم 1000، طلع لي 10.5 مليمتر، يعني قد ايه؟ سنتي ونص. شو اللي سنتي ونص؟ سنتي سنتي و47%، لا مهندس انا لازم ارسم سنتي تقريبا بنت واحد. هي لهنا، هاي ايه برايد، والباقي بشطبه. هسا انا بس اللي كرانك اني بعرف اتجاهه وسرعته وكيف ارسمه. هسه بدي اجي ارسم النقطة الثانية، شو هي؟ في بي تساوي في اي. شو يعني تساوي في اي؟ يعني بدي ابلش من عند الاي. اوكي، عمودي على بي اي حتلف زي هيك، اذا هي عمودي، هي عمودي، بنقولها لعند النقطة اي. بس انا ما بعرف لا اتجاهها ولا قيمتها، فبرسمها في الاتجاهين طالع نازل. هسه بوريكم كيف، زي هيك نقلتها لعند النقطة A لانها من عند في A جلي، دبلش يعني من عندها، رسمتها في الاتجاهين طالع لفوق ونازل لتحت، لان لا بعرف قيمتها ولا اتجاهها، فرسمتها قد ما ارسمها فوق كثير وتحت كثير، لسه ما بعرف قيمتها واتجاهها. مين بيحدد لي؟ هاي المعادلة. المعادلة الثالثة شوف بقول لي في او 3، يعني دبلش من او 3 لف زي هيك، هذا حيلف زي هيك، فبحط مسطرتي زي هيك.
وبنقول عمودي من وين؟ ل VO3 لأنه حكى لي عنه. بنزل زي هيك وبرسمها برضو في الاتجاهين، بس انا خلص عرفت انه هاند تتلاقى البي، اذا هاي البي البراين، بشطب كل شيء. لو قال لي فرضنا بده سرعة في بي بالنسبة لها، شو بسوي؟ بجيب المسطرة بقيسها 5 مليمتر، 5 ضرب الاسكان ضرب الف، وتساوي لو قال لي فرضنا بده في بي او 3 بقيس هاي 1 10 مليمتر ضرب الف، هاي السرعة. طب لو قال لي بده الانجولار فيلوستي شو حتساوي لي؟ في على الغار بده فرضنا انجولار فيلوستي بي اي دي بي اي على ار بي اي، بيطلع لي الجواب كون معطيني اياها ار بي اي اللي هي اي بي مثلا اللي هي هاي طول اللينك. هيك بالنسبه للفور بار ميكانيزم. الاشي الثاني اللي عندنا اياه حيكون السلايدر اند كرانك. هاي سلايدر 2 سلايدر اند كرانك، هذا هو السلايدر. معطيني هاي الأوميجا، هاد أوميجا 1 تساوي 300 RPM، هاي أو 1، هاي بي، معطيني هنا نقطة اسمها دي، معطيني هنا ايه اللي هو السلايدر. باجي بعد اللينكات، هاي 1 هاي 2 سيبوكم النقطة دي، هاي 3، عندي 3 لينكات إلى 3 معادلات 3 links 3 equations. هاي النقطة دي نقطة على الرسمة. الأوميجا شو حتساوي لي؟ 2 باي ان على 60 وتساوي 31.42 راديان بير سكند. بي او 1 150 مليمتر، بي اي 600 مليمتر. باجي بكتب معادلاتي، اول نقطة اللي عندي اياها بي 1، في بي حتتحرك في بي بالنسبة لأو 1 اللي قبليها، يعني في او 1 في بي بالنسبة لأو 1. طبعا هاي برضو بنسميها او 3 اللي هي النقطة هاني الثابتة فيها، حتكون عمودي عليها بي او 1 هاي صفر، عندي قيمتها صح؟ في بي شو تساوي لي؟ اوميجا في بي او 1 تساوي 31.42 ضرب 150 وتساوي 4713 مليمتر على سكند. باجي باخذ سكيل، بدي كل مليمتر 1 مليمتر يعطيني، انا عندي 4000 يعطيني فرضنا 500 ملليمتر على سكند. لسه ما خلص بكتب على الثاني، شو صار عندي اللينك الثاني؟ في اي، في اي شو اللي قبليه؟ في بي، زائد في بي بالنسبة ل في اي عمودي على اللينك اي بي او بي اي
معادلة الثلاثة شو حتكون؟ سلايد اند ديكلاين برضو في اي تساوي شو النقطة اللي هان عندي اياها؟ او 3 في او 3 زائد في اي بالنسبة لاو 3. بس السلايد اند ديكلاين كيف بتحرك؟ هيك صح؟ او هيك اذا كان فرضنا واقف في اللينك حيكون بارلل سلايدنج سيرفيس مش عمودي. يعني احنا اللينك عمودي، سلايد اند ديكلاين بارلل سلايدنج سيرفيس. بعد زي هيك ناخذ الرسم، بجيب مسطرتي ماي. هسه هذا حيلف زي هيك صح؟ فاجي بحط عمودي عليه وبنزل على منطقة فاضية بختار السرعات الصفرية، منطقة السرعات الصفرية اللي بدي اياها. وبرسم، طبعا ما برسم على كيفي، هاي بي في. قد ايه طول اللينك؟ عندي 4713 سرعة صح؟ على قد ايه انا اخترت لها؟ 500 تساوي 9.426 ملي متر، يعني بدي ارسمها 9.4 ملي متر يعني سنتي. لازم احط سنتي زي هيك وبرسم. هاي بي برايت بس طول باقي حلو. هسه باجي على النقطة الثانية، النقطة الثانية شو بتقول لي؟ في بي، في اي تساوي في بي، يعني بدي ابلش من البي. عمودي على بي اي واحد، بروح عندها فوق على الرسمة حتلف زي هيك، فبحط هاي زي هيك. بنزل هيك عمودي لعند النقطة ايش؟ في دي. وبرسم ايش؟ في الاتجاهين. ليش؟ لانه ما عندي لا قيمتها ولا اتجاهها زي هيك طالع نازل. في ايش حتسوي لي؟ في او 3، يعني بدي ابلش انا من او 3 بس ايش؟ بارلل تو سلايدنج سيرفيس زي هيك. هسه هاد عمودي سوي زي هيك، هيو برل، هي هاي برل، انا برسم بهاي البرل موازي زي هيك. وبنزل لوين؟ قال لي في المعادله في اي او 3، بنزل للسرعات الصفريه إذا هاي النقطة هيك A براين، هاي B براين هيك، وهاي A براين. بعرفش إذا شفته ولا لا، لما انتبهت على الكاميرا أخذت برا الإلهام ونزلت نزلت لهان لهاي واخذت في الاتجاهين مكان ما التقوا، برسم النقطة وخلص، والباقي بشطبهم زي هيك باقي الخطوط. هسه نشوف اذا في مقاليد. لسه في عندي انا الدي، بدي احدد اتجاه الدي. حلو، مكان الدي لازم يكون ايش؟ معطيني لها نقطة بدون ما يعطيني. كيف بدنا نرسمها؟ هسا في دي فرضنا انا بدي اخذها بالنسبة لبي، في دي بتاخذها بالنسبة لبي على دي بي، هاي مجهولة. الدي بي بكون معطيك اياها، بديش انا افرض قيمة من عندي عشان ما عشان صرت راسم الرسمة فزي، بس لقدام ان شاء الله في زي تساوي في دي بالنسبة لبي، عندي اياها في بي بالنسبة لـ A على بي A. حلو، هاي وهاي عندي، هاي بي بي بالنسبة لـ A، هاي بقيس هاي وبضربها بالسكيل تطلع لي قد ايه قيمتها في البي A، وبقسمها على بي A اللي هي معطيني اياها بالسؤال 600، وبضربها اقول لك نفرض دي بي قد ايه؟ 100 مليمتر.
هذه مسافة صغيرة يعني هيك ها، حلو هي هي 100 مليمتر. شو حتساوي لي هاي قد ايه؟ 5. في بي بالنسبة لهذا تساوي 5 ضرب 500، شو حتساوي لي؟ 5 ضرب 500 2500 مليمتر على سكند. تقسيم بي اي، بي بي على ايه، تقسيم بي اي، بي اي قد ايه؟ 600 4 1 6 7 ضرب دي بي، ضرب دي بي، دي زي هاي ضرب 100 يساوي 416.67 مليمتر على سكند. هاي تساوي في دي بالنسبة لبي. قبل ما ارسمها بحولها ايش بالنسبة للسكيل. قد ايه السكيل؟ 500. بقسمها، طالي 0.8 كمان مليمتر عشان الرسم صغير كثير. هسا كيف بدي برسمها؟ انا اخذت طلعت لها 0.8 مليمتر، اخذت دي بالنسبة لبي صح؟ اذا برسمها من عند بي ما برسمها من عند ايه. باجي فرضنا زي هاي، هاي 1 مليمتر بدي اعتبرها 1 مليمتر، هاي نعم. هاي النقطة دي بوي زي هيك، لاني اخذتها من عند بي برسمها من عند بي. هدول هم السلايدر اند كرانك. ان شاء الله في امثلة كثير يعني جايات، والفيديو هذا مخليه قصير هيك احسن، واراكم ان شاء الله الفيديو الجاي، لانه هاي هي الاساسيات والباقي نفس الشيء. السلام عليكم، واي ملاحظة بالله في حطوها في الكومنت.